المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم أكد أن المجلس بصدد تمرير موازنة العام المقبل. ناظم أشار خلال المؤتمر الإسبوعي لأن هناك التزاما من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض كونه المظلة التي ستحكم كل الاتفاقيات بين المركز والإقليم. وفي سياق آخر من الجلسة أشار إلى أن وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء ملخصا عن المستجدات التي تتعلق بجائحة كورونا.